ديال الربيع ياك؟ ديال الربيع. يعني لا بالصحة والراحة. شكون صحي علينا؟ عندي كيكة بالمشروب غازي وعندي حلوة على شكل قلب سهلة. واخا يلا تفضلي ناخذوا الكيكة. كيكة واخا عندنا ثلاثة البيضات. ثلاثة ديال البيضات. كاس زيت. كاس ديال الزيت. كاس سنيدة. كاس ديال سنيدة. كاس مشروب غازي أسود. نعم. جوج خمارات. جوج ديال الخمارات. جوج ديال الخميشة الخميرات الحلوة. نعم. كاس شوكولات غبرة كاكاو. نعم. كاس ديال الشوكولات غبرة. وجوج كيسان ديال الدقيق. جوج كيسان ديال الدقيق. وعندنا سميتها عندنا الطرف ديال الشوكولات شي جوج دراهم هكا الشوكولات مقطع الطرف. نعم. وعندنا 100 غرام ديال القرقع. 100 غرام ديال القرقع. قبيصة ديال الملح. قبصة. قبصة الملح. صافي هادشي اللي عندنا. عندنا هاد الكيكة اللي قلتي لنا بالمناضة الكحلة بمشروب غازي أسود فيها ثلاثة البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، الكيسان باش غنعبرو هاد العنبة ياك؟ ديال العنبة هو كاس المعلوم. نعم. ثلاثة البيضات، كاس الزيت، كاس ديال سنيدة، كاس ديال المناضة كحلة مشروب غازي أسود، عندنا كاس جوج خميشات ديال الخميرات الحلوة، وكاس ديال الشوكولات غبرة، جوج كيسان ديال الطحين، وطريفات ديال الشوكولات، يعني واحد الحفينة ديال الطريفات الشوكولات ديال جوج دراهم تقريبا، و 100 غرام ديال القرقع. هذه ياك غير تزينو خا يكون عاد اشكال. لا هذوك كيتخلطوا الشوكولات والقرقع كيتخلطوا. واخا يكونوا ناقصين شوية ولا زايدين شوية ماشي مشكل. لا ماشي مشكل واخا عندك الشيء اللي عندك في الدار وصافي ماشي مشكل. جوج دراهم الشوكولات السيدات اللي هنا راه حنا عندنا نفس الثمن ديال الشوكولات في المغرب، ولكن كاينين السيدات اللي كيتابعونا من خارج المغرب ما عندهمش نفس الثمن. لا هو غير الحفينة ماشي مشكل اللي كان. وشوية ديال القرقع 100 غرام ديال القرقع الحسنة هي ديال القرقع وقبصة ديال الملح. وتزين عاوتاني عندنا الشوكولاط والقرقع. الشوكولاط والقرقع. اخفي شويه القرقع شي حبات ولا ما كانش المهم تزين على حساب اختيار كل سيده. نعم. الطريقه كنخلطوا البيض والسكر وسميتها والزيت وكاس المشروب الغازي وكنخلطوا الدقيق مع داك كاس غبره ديال الشوكولاط والخمارات وكنطربوا البيض والسكر وفي الاخر كنضيفوا الدقيق والشوكولاط. حتى كنجمعوا الخليط عاد كنديروا نضيفوا عاوتاني الشوكولاط اطراف والقرقع ومن الاخرين حتى نضيفوا الدقيق. نعم يعني كنخلطوا العناصر اللي عندنا سائله كلها مع بعضياتها مع الزيت وسنيده وكنخلطوا الطحين مع الشوكولاط اللي عندنا غبره. ملي كيتخلطوا هاد العناصر تنضيفهم على بعضياتهم ملي كنخلطوا كل شيء كنرميو فيهم ديك طريفات الشوكولاط والقرقع. نعم هذاك الشوكولات كيذوب كيبقى هكاك وكيذوب في وسط الكيكه. نعم. وصافي وكنطلبوا كنديروا في المول الدائري ولا اي مول ديال الكيكه. نعم. واخا طويل واخا داير ماشي مشكل وكندخلوها للفران. نفس الوقت العادي ديال الكيكه العاديه. طيب عادي ديال الكيكه عادي صافي وكنخرجوها كندهنوها بالشوكولات وكنزوقوها بالطريفات ديال القرقع ولا الشوكولات الابيض ولا المهم نديروا القرقع بان معروف بان راه فيها القرقع من الداخل. يعني ممكن نمشيو شويه ديال القرقع ونطيو شويه ديال الكونفيتور ممكن الشوكولات كيف ما قلتي مزيان تاع القرقع. زين.